دمان بعد وزارة الدستور كي يحرير كقول ياشا أيوه رأيو سدوه قولكو أجسمه جود برنامج تشغيل فن دقاتير تقالي جاء مامورك يقدوم كشام عدا وينقل شغلين كا وزارة بين قيم تعافيماتكو حل بانكا قوله قوتيه سلامر كان آه قدومي وحيين كا قدو هوساد كا عرمه برشادة قوله قوتيه بحد الصحافة دا يدب يلد كلمة شرف كابا حبلها قالي قاع قيمها بضن النصيب قوية شيء إنه كقيم قاتان دفع لي كوبان برمامش الشغاقرا يوم الحوينة غرب كهير قليي سلامر كان كسوغان عاصمة اللبادة قبل كسو وضن كسومالي لان قبل كتوك دير مقال مدهي سبرعو إيه قبل لدى أما ديگا مدى كلو سيدا داد مرين إيه سرار وكالين دمان تين وحن لكم سلام يا سلام تسلام كسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد تغية الإسلام إلهي ومهدله سبحانه وتعالى وحفر حدي إن المانتا إذن كلوب كلمو إذن كورد ما يستي مددي اللي سلها ووقت دير وما المكو ونغضي برمامج كي شغي قرن إيه أيضا كوي من حكتو إيه تقاني إيه آت كنت ما دين أقوتي نيمحا تقاني كنتي فرحة بيتها أنت أنا موضوع أي كلام بقولي واحد شغله هاي، فلما أنت هنا يمر على كين نكر قاضي أو قانتي نقول شيء له، لما أنت هبلها هي كر قاضي ما لي نكر عليا، أدم ما تنتي، سبوا تاعي على كات قانتو كويسان، إسلام ركع أنا الله سو مري تعب يجهر يدقال يو بنتي دب عضو فربضم. وحن إذا كبرنا يا إنه يهيم ومروا بأكتي نكسر هي معناها أن كل عنا وحيدين المجسم إن يسر يسوم وأي مقدس تهاي شريتان كي يقول استان سؤالنا أنت أكبر هذا مصلى أبتو موضوع عن ما أنت مرتبنتي وحفر حديقة أنا هو كم دها جديدي ومدحوين هو كأساسي إن يكسر ثلاث بحيان وصوص عليان برنامج كشغل قرن إن المانتا حريتان كيسا أو وقت بيسا بحوا أي فريتان كينا لدينا جوه إن الحريتان كيني كغيقاتي فرحة بيتا لما الشيء بانرنتي اللي يابلي ومسكح دايد واي آب يآد السوع العلسي أنا قوة مر لبعض وزارة حريركا قولياشا هي دستوركا أنرنتي آد ومهد علينا وحا آن لي يابان هاي وحوي وحالي نبى وحوي نصدح بان لي يابان وحن ليا بيقول تدموين كأدركتين أبور بعد سين مركا أدبان ليا بيقول وحقيقة قصي يا بدني بيقول أنوفتي سوق لسا تانا أدبان ليا وحقيقة قصي فتشعيسا بدنا ما لبا مو بسنة هبيني مو بسا تانا أدبان لسيا بيقول وشيء ده عن كله وحوي وحن نوفتي أد ليا دستورك وحقو شرته إن أنا إنسان غيس وحلي هذا حبايا راتي أنا وشري وحن كسي ياب يكسي ياب بدنا وحكا هلا مدن ياب شاء لبضع قل باكا هلا سامي غير سيغا وحد يقول علي هذا سامي غير سيغي قبل هبت سام وحي يكسي ياب بدن يكا شرعي دجنتية وشرعي دجية با يكسي ياب بدن بس ويدين تقد وحي تايدن كان يالك ويديني مدن ياب شو مدستور كاني أخرين والله يابي مدستور كا أياش حيرك أياش روح ذا كتير وأياب كله معناها مدد كن جوجا بان سوما اللي عندرين أهينو حقوقا لو أهين وح وتستور كغرين ويضروا مفاجأة كله إيه وحافر حد إياه إيه وآن مر الله بعد يمر صدح هذا وزارة الحرير كقول ياش يتستور كقوم هذا علينا إياه إلى إيه نفهم سنة هي قبل أهم بروح أيضا كاسك هذا يعني لقبل أبو ما أنتوا أتستور ك لكن سيسي آخر سيسي سبع أدي يلان دون تان إنو يحي وح بعدلا وح بعدلا أو عن قبليس هبا يراتي أنو دستوب غيحي إن أنو وح ليلة سامي غيس غيحي إن أنو غير نمي غيحي إن أنو قفت عليس غيحي حتى با وحان وصول شهدين أيام شو انترير سومالي لان أي أهر أيام مضان ياشا لبدا قولا قورتي دا إيا قولها وكيلا إن لقد قلت بلشده
dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee loo codeeyay ee ay markii ay suurageli weyday in gaadiid lagaga qayb qaato diyaaradda lagu qaaday goobjoogayaashiisa labada gobol ee Sool iyo Sanaag ee runtii tacabka badan iyo juhdiga badan la geliyey waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa madashan oo inoo sheegay oo qarashkaa bixiyey qurba joogta waxaan leeyahay miisaan kaxsanaadka allah ugu daro wax wacan oo diintu raalli ka tahay dalkana lagu dhaqo dadkana waxtar u ah ayay run ahaantii ay inaga caawiyeen waxaan ku soo gebagabaynayaa wax allaale waxaa la leeyahay qabyaalad iyo reer iyo xidhiir iyo waxa dastuurkaas oo aynu baranno ku dhaqanno ayaa inooga wacan oday dalka soomaaliya joogaba waxa leeyahay waxaa lagu yidhi haddii aad aragto wax kaa yaabiya yaasiinka akhri yaasiinkaa lagu badbaadaayo wax kasta kaa badbaadinaya kabacdi wuxuu yidhi yidhiba hadduu igaga soo horbaxo anoo baadiyo socda xaan yeela dabadeedna waxaa la yidhi yaasiinkaa ku caawinaya yaasiinka akhri baa layidhi maalintii dambe isagoo soconaya libaaxa laftigiisii ka soo horbaxo aragtidiisa markuu arkay ayuu bilaabay inuu yaasiinkii akhriyo libaaxa inuu iskaga soo socdo wuxuu u fahmay isagu marka yaasiinka la akhriyo inuu libaaxu cararayo saas uu fahmay laakiin inuu ilaahay ka xifdiyayo unuuna fahmin libaaxii wuu ku soo socday yaasiinkii buu waday 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 markay sidan isku soo noqdeen ayuu ku boodayo naxdintii weysadii iyo wixii uu sitay intuu ku tuuray buu yidhi ya dabadeedna yaasin libaaxii baa booday oo cararay wuxuu yidhi areexay naga waaleen uu yidhi yacaaba ka roonaxay noo dhaheen yaasiinka akhri marka waxa weeyaan gobolaysiga iyo saamiga iyo qabiilka maxay inoogu waaleen dastuurka aynu baranno baaba inooga wanaagsanaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay aynu baranno dastuurka runtii wuxuu inaga tarayaa wax badan wadamiyadu waa waxa keliya ee uu qof ku jira waxa weeyaan dalkaaga hooyo waa waxa aad qof ku tahay ee aad geesi ku tahay ee aad aqoonyaha ku tahay ee aad qof qiimale ku tahay inaad barato waxa isaga wax u dhimaya iyo inaad barato waxa wax tarayaana waa shay aad iyo aad u qiimo badan runtii gabdhuhu ama haweenku waxay ka mid yihiin maandhaynta wasaaradda maalintii barnaamijka shaqo qaran la qaybinayay bersentajka hablaha iyo inamada loo kala qaybinayay waxaan u mahadcelinayaa mar labaad madaxweynaha qaranka soomaaliland oo nambarka 500 oo doodaydii ugu adkayd ee aan kaga qayb qaatay guddida ii suuro geliyeen igana aqbalay in nambarka la siiyo oo ay ii gaado waxa weeyaan xildhibaanku wuxuu ka cudur daartay inaanu ku-xigeenkaa isagu aha inuu yahay gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha arrimaha dabadda ee guddihoosaadka golaha guurtida runtii had iyo qoraale bulshada ay haweenku kogu tahay buu ka doodaayo uu difaacayo waxaan sigwaaba gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada sababta ayaaaan marka waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta idin hor imaado waxaan idinka codsanayaa oo labaad waqtiga aad jaaniska haysaan dhammaan iskuullada laga bilaabo dugsiga dhexe iyo ka sareba in qofkiinii jaanisayaaba maamulka uu la tago oo maalintaa xiisad mutadawacnimo ah idinkoo shaqe qarinta ku dhex jira aada dastuurka haddii ilaahay ka dhigo ka bixisaan si ay dadku u wada fahmaan waxaan taageerayaa una mahadcelinayaa inantii goobtan ka hadashay oo runtii hadal oolaa tidhi dhammaanteen inaynu qof iska dhaleecayno oo aynu ka qayb qaadano fitinka waxaa ka qayb ka qurux badan ilaahay agtiisana uga xasanaad badan inaynu suulino wixii fitina aad iyo aad iyo aad ina maalin wanaagsan waqtigu idin wacnaada insha allah.